حد ما كل العزاء لصديق عزيز ليا وزميل قناه الجميل ان شاء الله ربنا يرحمه وان شاء الله معاه ان شاء الله طبعا لعب الزمن في جوزيه بيردو المباراه الثانيه كما هو السن هي المباراه النهائيه اكيد احققنا ممكن شويه المطلوب لربح ماتش الذهاب باقي ماتش الديال ممكن يكون ماتش سعيد تاع الكره النهائي اكيد اللي يكون محضر كما يجب الماتش من جميع الاضاحي وخاصه ذهنيا اعتقد انه باش يكون الماتش ان شاء الله. Un match très important, c'est une finale. Comme on dit souvent, les finales, on les joue pour les gagner. On imagine que vous êtes bien préparé avant ce match de demain. Merci. Déjà, salam alaikum à tous. Très heureux de vous voir tous ensemble, que ce soit le demain, les Marocains et les Égyptiens. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne, c'est une fête pour le peuple africain. Et nous, en tant qu'acteurs, demain, c'est pour jouer un beau match du football africain. De notre côté, on s'est bien préparé, c'est une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et voilà, que le meilleur gagne demain. Next question. Coach Gay, la première. Mais après. سيد معين الشعبالي أكيد على أن المباراة النهائية اليوم في مباراة الإياب ستختلف كثيرا عن مباراة الذهاب. أكيد هناك فوز للدفاع عنه في الإياب، لكن بأي سيناريو سيظهر فريق النهضة البركانية؟ هل عملتم على وضع اللاعبين بعيدا عن الضغط في مثل هذه المباريات النهائية؟ جمهور كبير طبعا، الأمور تختلف بأي سيناريو ستظهر هذه المباراة، وأكيد الرهان الأول هو العودة إلى أرض الوطن بتتويج لقب كأس إفريقيا، ونحن نعتمد على خبرتكم الطويلة في مجال كرة القدم الإفريقي. أول شيء ديما المدرب يكون عنده بلان تفكيره، يعني حضر بطريقة ما وجهد نفسه لو في امور ثانيه يتدخل فيها يكون حاضر، يعني كل بلون بلون بي، ولكن حتى خلال المباراه ممكن يصير شيء انه ما كانش مستمع، لم يكن منتظر تسجيل هدف مثلا مبكر من طريق هذا او هذا، طرد، اصابه، طريقه لعب معينه، فلازم المدرب يكون مركز وهادف وحاضر انه باش يعاون الفريق بتاعه. طبعا من الناحيه الثانيه أعتقد أن النمط كان كسب من الخبرة شيء كثير، يعني في الخمس سنين الأخرانيين حمل لقب مرتين وصل النهائي، مع أن ما شاء الله يعني لاعبين دوليين في منتخب بوركينا فاسو. الفريق هذا يلعب ضد فرق كبيرة في المغرب عندها يعني قاعدة جماهيرية كبيرة كما الوداد والمقيسة، يعني استاد كبير كما الوداد والرجاء وشمال النظام، تصور متعود على المباريات هذه. بطبيعة الحال الجمهور هو جمهور زمان مش عارفين حماس اللاعبين بتاعه، ولكن ان شاء الله نكونوا مركزين ونحضروا الضغط هذا ونحن جبنا حاضرين يعني اللاعبين بتاعنا اللي كويس ان شاء الله. شكرا. Before we continue بحجم من فريق النهضه الرياضيه البركانيه، فريق النهضه البركانيه اكيد الفريق اللي الان الخزانه ديالو كتعجب الالقاب على مستوى الافريق. شوف معناها احنا ديما ماذا بينا نتجنبوا التصريحات، بالعكس تربيتنا وخلاقنا ومعاملتنا حتى كي نتكلموا مع اللاعبين بتاعنا، حتى كي نحس انه انت اقوى من، بالعكس لازم تحترم الطريق ونحترم مكونات الطريق. وبالنسبه لنا نادي الزمالك نادي كبير وعنده قاعده جماهيريه كبيره، وكل الفرق في السيزون الاخر ما كان نادي كبير، الارقام اللي نتكلم عليه وعنده لاعبين ممتازين بصراحه. الحقيقه ممكن نستغرب شويه من التصريح، لان يعني مثلا نشوفوا صاحب المركز الاول في الدوري المصري بيراميدز ومن احسن الفرق اللي تلعب في القمه الجبليه فيوتشر، حديثي عنه معناها
ولذلك ممكن لازم نحترم شوية المنافس ونعطيه كمان المنافس. نحب نتابع، احنا اتصلنا على الزمالك، ما نحبش ندخل في التفاصيل، ولكن احنا نحتاج منافس. Et déjà, ça fait plaisir que tous les coéquipiers viennent à l'entraînement. Voilà, on compte sur tout le monde est bien portant. Et voilà, demain, ça va être un bon match face à un grand club de Marek. Et on sait que ça va être un match très difficile. Mais on est prêts dans toute la semaine, dans toute l'année. On s'est battu pour ces choses. Et voilà, la chose est là. Et il faut aller la chercher. Je pense que ce soit le peuple marocain, tout le monde est derrière nous et on va les faire vivre, Inch'Allah, bien et bien. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.